الدراما السوري طبعا، الدراما السوري السوري واحده من يعني عالم تاني. اه لا انا ممكن اقول لك بقى اضيف اضافه في الدراما السوريه، على فكره في وقت من الاوقات انتوا ساعدتونا قوي. احنا اعتقد ده في رايي يعني انه كان في وقت طبعا دراما مصريه دراما عظيمه طبعاً ومن اقدم طبعاً الحاجات، بس جالنا وقت كنت حاسه ان احنا ارتحنا. عارفه لما ترتاحي، حلو التعبير. اه طلعت الدراما السوريه عملت نقله معينه. صحيح. فراحت ايه منافسه محمسانا. صحيح. رحنا ايه حسيت انت عمرك بالتفصيله دي. البدايه دائما كانت من مصر. واجت فتره فعلا الدراما السوريه طلعت عملت حاجه، طلعت مغيره في روح. كان واصله بعض الاعمال المصريه الى مرحله من شوي الاستسهال خلينا نقول، فرجعت فعلا طلعت طلعه قويه لانه حسيت في منافس بالضبط. شوي طلع وما شاء الله، بس يعني وبنشكركم يعني. لا وكلكم كمان لمصلحه المشاهد طبعاً العربي يعني طبعاً. كل ما يحصل نوع من المنافسه احنا الكسبانين يعني احنا اللي هنشوف طبعاً مستوى افضل واحسن من الدراما اكيد. وبنتمنى كمان دائما نشوف الدراما العربيه بكل الدول العربيه عم تزدهر، لانه هذا كله بالنهايه بيصب بمصلحه المشاهدين العرب يعني. يعني انت لما يتعرض عليكي دراما سوري احب جدا طبعا، انا بحب اي حاجه مختلفه. تعرفي تحكي سوري؟ طيب انجي لا ما بعرفش بس هتعلم، انا حكيت تلياني اتعلمت بعرف بالظبط. دي واحده من الحاجات اللي يعني احكيها انت، لانه انجي اتعلمت تلياني فعلا في ليالي اوجيني. ليالي اوجيني انا ما كنتش بعرف تلياني خالص، وجالي دور واحده تليانيه وكان المطلوب مني اني امثل ثلاث مشاهد في العمل بالتلياني بس، ما بتكلمش حاجه عربي فيهم يعني، يعني بتكلم تلياني كواحده تليانيه تمام عايشه في مصر برونتو يعني برونتو فكان لازم اتعلم يعني. طبعا ما اتعلمتش اللغه كلها يعني هضحك عليك، بس اتعلمتي اللي يخلي الدور طالع يعني متقن طبيعي والحمد لله انه اللي يتقال انه لا ده بتتكلم مش حتى بلكنه، لا دي بتتكلم تلياني تلياني يعني.